تفوق المنتخب الأرجنتيني على نظيره الهولندي في المباراة نصف النهائية الثانية التي جمعتهما أمسية الأربعاء بمدينة ساو باولو وعلى ملعب أرينا دي ساو باولو، حيث خلصت النتيجة النهائية من المباراة إلى التعادل السلبي قبل أن يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي عرفت تفوق راقصي تونغو بأربعة أهداف مقابل هدفين. وعرف الشوط الأول والثاني من المباراة شدا وجذبا بين المنتخبين لكن دون أي فعالية من الطرفين، ما عدا بعض المحاولات المحتشمة من ليونيل ميسي من جانب الأرجنتين وروبن فون بيرسي وروبن من جانب هولندا، لكنها محاولات لم تكن بالخطورة اللازمة لينتهي الشوطين الرسميين والإضافيين بالتعادل السلبي قبل أن تتجاوز الأرجنتين عقبة نائب بطل العالم وتلتحق بذلك بالمنتخب الألماني في النهائي الذي سيقام يوم الأحد بالملعب الأسطوري ماراكانا.